بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي نظم دعم القرار وما فائدتها؟ Decision Support Systems. نظام دعم القرار أو DSS هو تطبيق أو نظام إلكتروني أو حاسوبي أو برنامج حاسوبي يقوم بتحليل بيانات المنشأة أو المنظمة، يقوم بعملية Analysis الداتا البيانات وتحويلها إلى معلومات تساعد الإدارة، تساعد متخذ القرار في الإدارة على اتخاذ قرارات صحيحة وقرارات مثلى (optimal decision making). مثال ذلك هي الأنظمة التي تقوم باستخراج معلومات من هذه البيانات الخاصة بالمنشأة أو الشركة، واستخراج المتوسطات، واستخراج المعلومات الإحصائية الاستقرائية المستقبلية والاستفادة منها في معرفة ما هو الخليط الأمثل، ما هو الموقع الأفضل، ما هو القرار الأمثل للمنظمة. ولو نظرنا إلى الشكل التالي نجد أن المدراء أو اليوزرز في الإدارة الوسطى (middle management)، لأن نظام DSS أو نظم دعم القرار تكون في الإدارة المتوسطة، يقومون بتحليل البيانات التي يتم إدخالها في الإدارة التشغيلية واستخراج معلومات من هذه البيانات، بعد ذلك معالجتها والحصول على تحليل ومخرجات النظام. إذن هذه نظم دعم القرار، النظم التي تساعد الإدارة والمنشأة في اتخاذ قرارات صحيحة.